ماذا نقول لهؤلاء؟ وماذا نعلق على مثل هذا الكلام؟ غريب. فضائيات السيستاني الحسيني من أولاد السجاد هي التي تقذر الإمام السجاد. فضائيات صادق الشيرازي الحسيني الذي ينتسب إلى السجاد هي التي تقذر الإمام السجاد. محمد صادق الروحاني حسيني أيضا ينتمي نسبا إلى الإمام السجاد، هو الذي يجيب حينما يسأل ويكون هذا الجواب على موقعه الإلكتروني وفي كتبه المطبوعة، من أن الإمام السجاد كان مصابا بالإسهال الشديد. هذه الكتب تطبع على نفقة العتبة العباسية، مؤسسة سيستانية، الفضائيات سيستانية، الوائلي منهجه مؤيد من السيستاني، والخطباء السيستانيون يسيرون على منهج الوائلي بحسب أوامر السيستاني. هل هذه حوزة شيعية؟ هل هذه مرجعيات شيعية؟ ولو سلمنا أنهم شيعة، فهل هؤلاء يحملون العقائد الشيعية الصحيحة؟ والأمر ليس منحصرا بهذه المسألة، كل عقائدهم عقائد ضلال، كل عقائدهم من أولها إلى آخرها لا علاقة لها بدين العترة الطاهرة. أذهب الآن إلى برنامج من برامج قناة كربلاء الفضائية، إنها القناة الرسمية السيستانية. هناك برنامج عنوانه البيان، لقاء مع أحمد سلمان. أحمد سلمان يسأله مجري البرنامج عن مرض الإمام السجاد. أحمد سلمان يقول من أن الإمام السجاد ننزهه عن مرض الذرب، الإمام لم يكن مصابا بمرض الذرب. هذا كلام جميل، ولكنه يأتينا بتحليل غريب، بتحليل يتعارض مع المنطق السليم. مثل هذه المطالب حينما تطرح للناس فإن الناس يتوقعون أن دين العترة هكذا، إنه يطرح تحليلا خلاصته أن يصور حميدة ابن مسلم، أو كما يلفظه البعض حميد ابن مسلم، يصوره من أنه كان حريصا على سلامة إمامنا السجاد. كل ذلك لأجل أن تكون صورة المفيد، باعتبار أنه من مراجع الشيعة، أن تكون صورة المفيد جميلة، من أنه نقل كلاما عن حميد بن مسلم، وحميد بن مسلم كان شريفا في مقاصده. هذا تضليل، تضليل، مثلما بينت أن قوله بتنزيه إمامنا السجاد عن الذرب بأنه قول سليم، أقول بأن حديثه هذا وتحليله بعيد عن الصواب
تمام البعد. رجاء اعرضوا لنا الفيديو. وهو أنه هل الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام قاتل في كربلاء؟ أو لماذا لم يقاتل في كربلاء على حد المشهور؟ وما الأسباب التي دعته ألا يقاتل؟ هل فعلا كان مريض؟ جميل. السردية التاريخية المشهورة والمتداولة أن الإمام لم يقاتل في كربلاء المشهور. نعم، لأنه كان عليلا، كان مريضا. وقد ذكرت الروايات لفظا لمرضه. اللفظ الأول أنه كان مبطونا، يعني به علة بالبطن. زين. ولفظ آخر ورد في بعض النصوص أن به الذرب، والذرب في اللغة العربية هو الإسهال الشديد الذي يصيب الإنسان. ولكن محمل الصحة، هناك نص تاريخي. ميزة هذا النص أنه أقدم نص تاريخي تحدث عن علة الإمام السجاد عليه السلام. ممتاز. ما هو هذا النص؟ هو كتاب لرجل من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام اسمه الفضيل ابن الزبير الكوفي. كتابه بعنوان تسمية من قتل مع الحسين عليه السلام من ولده وأهل بيته وأصحابه. العنوان طويل، هذا المصدر. لما تحدث عن الإمام الحسين عليه السلام، نعم، الإمام علي بن الحسين، قال ارتث في يوم عاشوراء. الارتثاث بمعنى أنه تعرض لجروح. إذن وقال هو بعد التعبيب الارتثاث، قال علي بن الحسين شهد بعض معارك كربلاء. سنان عند اشكال هنا سمعت الشيخ. نعم. هذا الشخص هو من الآن دعنا في أصل النص قبل أن تشكل. ها. النص خطر في بالك ما أريد أن أقول؟ الآن نكمل النص لكي يكون المشاهد في جيد. النص يقول أن علة الإمام مرضه هو جرح أصابه. جيد. من أين أصابه الجرح؟ قال الجرح أصابه لأنه شارك في يوم عاشوراء. ظاهر الأمر أن عاشوراء كانت هناك عدة حملات وعدة معارك. في بعض هذه المعارك أو بعض الحملات أو بعض الاشتباكات الإمام عليه السلام شارك. جيد. وأصيب بجرح. وطبعا قد تكون القضية حتى قبل، لأنه حصل اشتباك قبل يوم عاشوراء لما سيطر القوم على الماء، فذهب العباس وجاء بالماء للمخيم من هذا المنطلق يسمى بالسقاء. زين. هذا قبل يوم عاشوراء. زين. فهذا النص يثبت أن الإمام السجاد عليه السلام شارك في معركة أو في جزء من المعركة وجرح، وهذا الجرح هو الذي منعه من إكمال المعركة. تمام. تفضل، إشكالكم ما هو الآن؟ سمعت الشيخ، صاحب الكتاب من هو الذي ذكرته؟ الفضيل ابن الزبير الكوفي. إلى أي مذهبية هو ميال؟ لا يوجد تصنيف مذهبي، طبعا هو شيعي. نعم. لا شك في كونه شيعيا. ألم يكن من الذين يتبنون قضية أن يكون الإمام مجاهدا بالسيف هذا الشخص؟ هذا الإشكال طرحه البعض على هذا النص. قال هذا الفضيل بن الزبير زيدي. تمام. والزيدية يشترطون في الإمام أن يكون خرج بالسيف، لم يرخي الستر على أنه خرج بالسيف. وحيث أن الزيدية يريدون إثبات إمامة علي بن الحسين، فإنهم اخترعوا هذه القضية لكي يصححوا إمامة علي بن الحسين عليه السلام. وهذا غير صحيح. أولا، ليس من المعلوم أن الفضيل زيدي، وإن كان من الذين خرجوا مع زيد. إذن لا يوجد هناك ما يثبت أن هذا رجل زيدي. زيدية بالمعنى الاصطلاحي المذهب المعروف اليوم أصولا وفروعا. ثانيا،
الزيدية كمذهب لم تتبلور في ذلك الزمن. الزيدية في ذلك الزمن كان المقصود منها من يرى الخروج بالسيف، يعني من يرى العمل السياسي الثوري، هذا المقصود بزيدي. فلذلك كان من الإمامية من يرى هذا القول، وهذه الصفة أسندت حتى للشريف الرضي. لماذا؟ لأنه كان ثوريا، هذا المعنى كان. الزيدية كمذهب أصولا وفروعا عقيدة وفقها، هذه في القرن لعله القرن الثالث بدأت تتبلور ووضع شروط للإمام وللإمامة، لم تكن موجودة في ذلك الوقت. في ذلك الوقت كلهم كانوا تحت راية أئمة أهل البيت عليهم السلام، إلا بعض الاستثناءات. ونعم، ولهم تعاطف مع هذه الحركات الثورية التي قسم كبير منها كان مؤيدا من الأئمة عليهم السلام، مثل قضية زيد. ولا تقول خرج زيد، يعني لا تشبه أي حركة بحركة زيد التي كانت مرضية عند الأئمة عليهم السلام. فنسبة هذا القول للزيدية أنه من مخترعات الزيدية، هذه قضية فيها ما فيها، بل من باب أولى قد يقال أن نسبة الذرب للإمام هي موضوع، لأنها وردت في نصوص تاريخية. أنا اليوم على من أعتمد سماحة الشيخ؟ على الروايتان التي ذكرتهم قبل قليل وأنسبهما للإمام، وهل هذا يتناسب مع قيمة الإمام؟ أنا عندي تحليل للقضية، علامة استفهام، هذا جانب. كل النصوص صحيح أم الزيدي؟ كل النصوص صحيح. كيف سمعت الشيخ؟ هذا تحليل ولا ألزم به أحدا. المبرر لذلك؟ نعم، إذا نجمع النصوص، ظاهر الأمر الإمام شارك واغتث وجرح، فيما بعد لما اقتحموا الخيام ظاهر الأمر حميد بن مسلم أراد أن ينقذ الإمام، اللي هو من الذي معسكر، هو من معسكر ابن سعد ومن الفرقة الخاصة التي يقودها الشمر. هنا قضية دقيقة وهذا التحليل سيحل عدة مشاكل. ظاهر الأمر أنهم لما اقتحموا الخيمة وجدوا هذا الغلام الشمر أراد، أو وجدوا الإمام السجاد، الشمر أراد قتله. الذي ادعى أنه عليل هو حميد بن مسلم. حميد بن مسلم ادعى أنه عليل، فيه علة، لماذا؟ لمنع الشمر من قتله. طبيعي إذا كان الإنسان مجروح وقد اغتث قد يكون هناك آثار الدماء موجودة. ما هو الحل؟ أن تخفي آثار الدماء، دعوى أنه به ذرب، يعني تقية؟ كذب، هو كذبة، كذبة هي، لكن لأجل حفظ الإمام السجاد. زين، والكذبة الثانية التي كذبها أنه طفل صغير لم يكن بالغ. ما هو توجد بعض الروايات تذكر أن به هذا المرض وتنقل أن حدث هذا الشيء وهو في خربة الشام، هذا ربما يأتي متأخر. الآن دعنا مما هو متأخر، الآن نتحدث عما هو مثبت في بطون الكتب المصادر المعتبرة. الآن كيف نجمع بين هذه النصوص؟ طيب، هذا التحليل يخرجنا هذا المأزق. هو أصيب ولكن ادعي أنه مبطون وأن به ذربا لكي لا يقتل ولكي لا يقال أن هذا الذي يرى هو دم وإنما هو شيء آخر. طيب، وعلى أصل ذلك فهو شارك في قضية كربلاء وهو خال من هذا المرض مطلقا. نعم، خال من هذا المرض. جيد، جزاك الله خير وأحسنت. وهذه الصور التي تنقل للأسف ينقلها البعض حقيقة لا تليق بالإمام السجاد. ممتاز. أنه يصاب بإسهال ويغسلون. هو مدرسة في الطب والمعرفة، يعني القضية لا أريد أن أذكرها لكن مؤلم أن ينسب هذا الشيء. طيب، ألم ينقلها المفيد؟ المفيد نقل أصل الذرب ونقله عن لوط بن يحيى وعلى لسان حميد بن مسلم، لكن لم ينقل هذه الصورة التي ذكرتموها في قضية خيبة أبو الشام. أبو مخنف؟ نعم، لوط بن يحيى. نعم، أبو مخنف. طيب، سؤال آخر سمحت الشيخ. لا، لم تجبني، هل اقتنعت بتحليلي أم لا؟ لا، أنا مقتنع. لماذا؟ لأن المعصوم هو معصوم بكل شيء، وهذه الصفات التي تنسب للمعصوم هي لا تتناسب مع قيم المعصوم. لكن طبعا يبقى هذا التحليل محاولة ربط، وهو بالدرجة الأولى كاف ووافن،
ولو قارناه بباقر الرواية لعل هذه هي الحسنة الوحيدة لحميد بن مسلم إن صدق في نقله، لأنه هو الذي نقل أنه قام بهذا الدور البطولي في حفظ الإمام السجاد. طيب نستطيع أن نعتمد على حميد بن مسلم فيما نقل عنه من المقتل؟ نعم، ولا أي حد؟ بمقدار ما نقله من اعتراف بجرائم القوم، جرائم القوم عفوا، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم حجة، قاعدة فقهية، وما نقله من فضائل أهل البيت لأن الفضل ما شهدت به الأعداء. طيب، تنزيه أحمد سلمان لإمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه كلام جميل ولا غبار عليه، لكن حديثي عن هذه الخلطة والخبطة العجيبة في هذه المعلومات المتضاربة في هذا التحليل، هذه مشكلة في الثقافة الطوسية وفي الأسلوب الطوسي في التحليل، يحاولون أن يجمعوا بين كل المعلومات، بين كل المعطيات، وهذه طريقة موجودة ليست خاصة بأحمد سلمان، هو تعلمها في هذه الحوزة الطوسية وفي هذا المنهج الطوسي. ملاحظات سريعة. قال: وقد ذكرت الروايات لفظان، يفترض أن يكون لفظين، ليس مهما، سأقرأ مثل ما قال: وقد ذكرت الروايات لفظان والصحيح لفظين لمرضه. اللفظ الأول أنه كان مبطونا، وهذا ورد عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في روايتين. ولفظ آخر ورد في بعض النصوص أن به الذرب، هذا لم يرد في روايات وأحاديث أهل البيت، إلا إذا كان المراد أن نساوي بين حديث الباقر وحديث قتلة الحسين، وإلا فلا يوجد في أحاديث أهل البيت مطلقا من أن الإمام السجاد كان قد أصيب بالذرب. لكنكم تشاهدون وتسمعون من أنهم بأجمعهم يتحدثون عن ورود روايات عن الباقر، أو يتحدثون عن ورود روايات والمراد من ذلك إنها قد وردت عنهم صلوات الله عليهم بأن الإمام السجاد كان مصابا بالذرب. لم يرد هذا عن الأئمة مطلقا، ولم يرد هذا في كتب المؤرخين السنة مطلقا. ثم تحدث عن الفضيل ابن الزبير الكوفي الزيدي، هو زيدي، حاول قدر الإمكان أن ينفي الزيدية عنه كي يكون كلامه مقبولا من أن الإمام السجاد كان قد ارتث، جرح في المعركة. هذا الكلام غريب، لماذا يجب علينا أن نقبله وهو لا يلتقي مع أي معلومة وردتنا عن العترة الطاهرة؟ الرجل زيدي، وبغض النظر عن كونه زيديا أم لم يكن، فإننا نأخذ المعلومات الصحيحة من أئمتنا صلوات الله عليهم. الرجل زيدي، وبعد ذلك أشار إلى أن الحركات المناهضة للأمويين للعباسيين كان الأئمة يؤيدون أكثرها، هذا الكلام ليس صحيحا. والغريب أنه جاء بذكر
حركة زيد مثالا، ذكر حركة زيد تعد مثالا على أن الأئمة لم يكونوا يؤيدون تلك الحركات، وإنما أيدوا زيدا لأن زيدا كان عالما من علماء آل محمد، وكان صدوقا كما يقول إمامنا الصادق، وما كان يدعو لنفسه، كان يدعو إلى الرضا من آل محمد. ولذا فإن الأئمة كانوا يقولون لأصحابهم: لا تقولوا خرج زيد، إن زيدا يختلف عن هؤلاء. فلا يستدل بهذا الكلام على أن الأئمة كانوا يؤيدون أكثر تلك الحركات، هذا الكلام ليس دقيقا، وهذه المعلومات لابد أن تنقح وأن تدقق حينما تقدم للشيعة. هذه الفضائيات وهؤلاء المعممون يقولون أي شيء من دون تدقيق ومن دون تنقيح. ثم جاءنا بهذا الهراء من أن حميدة ابن مسلم كان حريصا على الإمام السجاد، ومن أن الإمام السجاد كان جريحا في المعركة وآثار الدماء عليه، فأراد حميد ابن مسلم أن يخدع شمرا فيقول له بأن آثار الدماء هذه هي آثار الغائط، لأن الإمام كان مصابا بالذرب، وقال بأن حميد كان قد كذب لأجل إنقاذ الإمام السجاد. هذا الكلام في أي مكان؟ من أين جاء به؟ قال: هو تحليل من عندي. التحليل استنتاج من معلومات، لا أن نأتي بمعلومات لا وجود لها، هذا ما هو بتحليل، هذا كذب وتسطير. التحليل أن نستنتج معلومات من معطيات موجودة على أرض الواقع، أما أن نفترض أن حميدة ابن مسلم لعنة الله عليه كان حريصا على سلامة الإمام السجاد، ومن أنه خدع شمرا بأن الإمام السجاد كان مصابا بالذرب، ومن أن آثار الدماء التي هي على بدن الإمام السجاد بسبب قتاله في المعركة وصفها حميد بأنها آثار غائط، هذا الكلام في أي كتاب، في أي مصدر، وكيف يسمى هذا تحليلا؟ هذا ما هو تحليل، هذا خرط. التحليل استخراج نتائج من معلومات ومعطيات صحيحة موجودة على أرض الواقع، هذا أسلوب جديد للتثويل المغناطيسي، هكذا يضحك على الشيعة. قد لا يكون الرجل يحمل نية سيئة، أتحدث عن أحمد سلمان، قد يكون صادقا في نيته، ولكن ما هذا؟ بأسلوب صحيح لعرض الحقائق وللدفاع عن أئمتنا. ثم قال عن الشيخ المفيد من أنه نقل أصل الذرب ونقله عن لوط بن يحيى وعلى لسان حميد بن مسلم. أنا لا أدري من أين جاء بهذه المعلومة من أنه نقل عن لوط بن يحيى، فإن المفيد تحدث في بداية الفصل من أنه نقل المعلومات عن الكلب والمدائن. صحيح أن الكلب ينقل عن لوط بن يحيى، ولكنه مثلما ينقل عن لوط بن يحيى ينقل عن كثيرين، ولا أعتقد أن أحمد سلمان قد حقق تحقيقا بعيدا في هذا الموضوع، لا أدري من أين جاء بهذه المعلومة، فإن الموجود في
كتابي في كتاب الإرشاد من أن المفيد نقل عن الكلبي وعن المدائني، وبعد ذلك أشار إلى حميد بن مسلم أو إلى حميد بن مسلم على قراءة أخرى. خلاصة الكلام، هناك خلطة من المعلومات التي ما هي بصحيحة ولا هي بدقيقة، وهناك خلطة من الأكاذيب التي اصطنعها هو وصرح بذلك من أنه هو الذي اصطنع هذه المعلومات كي يصنع تحليلا. ما هكذا يكون التحليل، ما هكذا تورد الإبل يا سعد، إنما يصنع التحليل ويستنتج التحليل من معلومات تكون صحيحة وتكون صادقة وتكون موجودة على أرض الواقع. المشكلة في المعممين، حتى الذي يقول كلمة صحيحة فإنه يتبعها بالكثير من الهراء وبالكثير من الأكاذيب وبالكثير من التفاهات. هذا هو واقع الحوزة الطوسية. نذهب إلى فاصل. وقت الحلقة انتهى. قبل أن أودعكم أذكركم بما قاله الكذاب القذر الوائلي. كثيرون سيرفضون وصفي للوائلي بأنه كذاب قذر، لكنهم يقبلون أن يصف الإمام السجادة بأنه يتغوط على نفسه ويأتي الغلمان يحملون الطشوت لتنظيفه من غائطه. ألا لعنة الله على دينكم. رجاء اعرضوا لنا ما قاله هذا الكذاب القذر. والشيء الوحيد اللي كان الإمام يتمنى أن يحصل عليه وما حصل عليه أن يجاهد بين يدي أبيه، ولكن حال المرض بينه وبين ذلك، وكان مرض شديد، كان الإمام مبطون مبطون، نعم ما يكاد يرفع رأسه. كان يقول الإمام الباقر: أنا طفل صغير كأن الصورة بعيوني، كنت أرى أبي يدخل عليه الغلمان يحملون الطشوت لتنظيفه، ما يقوى يشيل رأسه، وحاول أن ينهض يقاتل مع تلك الحالة. منعه الحسين، جذبه من ردائه، قال له: خي زينب احبسيه لئلا تبقى الأرض خالية من نسل آل محمد. كذاب كذاب كذاب، وحق في جبين رسول الله. كذاب كذاب كذاب، وحق رأس علي بن أبي طالب. كذاب كذاب كذاب. قبل أن أودعكم إلى لقطة طوسية طوسية بترية سيستانية بامتياز. بأيام الماضي نركب حامير، صرنا هلا يركب علينا الحامير. إن بأيام الماضي نركب حامير، صرنا هلا يركب علينا الحامير. إن بأيام الماضي نركب حامير، صرنا هلا يركب علينا الحامير. أخذتكم في هذه الحلقة في جولة في أجواء الحوزة الطوسية القذرة التي هي حوزة الحمير.